billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil syaribin wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat min kulli thamarati wa maghfiratum mir rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina tadaw zadahum hudan
وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة كما وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله فأصمهم
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم صدق الله العظيم.